اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم الاخوان. بارطاجيو هذه المباشره الاخوان، غتكون دردشه على المباشر وغنطلعوا معنا الاخوان ديالنا. اي واحد غيسول شي سؤال غنطلعوه. قبل ما نطلعوا الاخوان غادي نهضروا على واحد الموضوع في الدخله ديال الفيديو اللي عنده علاقه الفرق ما بين التسويه الجماعيه وتعديل قانون الهجره. يعني تقدر نهار ثلاث تقدر حتى التسويه تناقش تقدر ما تناقش، مهم غادي نديروا وغنبينوا شنو هو الفرق ما بين تعديل قانون الهجره وما بين التسويه الجماعيه. راه ماشي بحال بحال الاخوان تكيف بانطايا، اي واحد معايا في المباشر يتكيف بانطايا الاخوان باش اللايف يطلع. اي واحد معانا يتكيف بانطايا وملي غنسالي الموضوع ديالي غنطلع معنا الاخوان في المباشر. اي واحد كي بارطاجي واي واحد كيتفاعل غنطلعو من بعد ما نهضر في هاد جوج مواضيع. جوج دقائق غنولي نطلع الناس، ما غنطولش بزاف غير شكون غيطلع، الناس اللي كتبارطاجي والناس اللي مشاركه. الفرق ما بين التسويه الجماعيه والقانون وتعديل قانون الهجره الاخوان، تعديل قانون الهجره يعني غيعدلوا في القانون اللي كاين حاليا في الريغو فورماسيون غيولي فيه الخدمه، الريغو سوسيال غيولي فيه دوسانيوس، والريغو سوسيو فورماتيف الريغو سوسيو لابورال غيولي فيه ميديا فورنادا ماشي كونتراتو كومبليتا. ولكن التسويه الجماعيه هذيك التسويه استناد يعني بحال نقول لك ماشي ما عندهاش علاقه بالتعديل اللي غيكون دابا، يعني واحد الحاجه استثنائيه يا اخوان. مرحبا بالجميع، بارطاجيو اللايف الله يجازيكم بالخير. يعني التسويه الجماعيه حاليا ما عليها حتى شي هضره، ولكن نهار 19 في الشهر ما كنظنش غيناقشوها، ويقدر يناقشوها بجوج. يعني هي ما دخلاش في تعديلات الهجره، تعديل القانون يعني في التعديل القانوني، يعني غنعدلوا في القانون اللي عندنا، ما عندوش علاقه بالتسويه الجماعيه. بارطاجيو المباشره الاخوان، ومور هذا يعني مور هذا الموضوع اللي غنهضر عليه غنبدا نطلع الاخوان، غنبدا نطلع 6 6 صافي اللايف غيكون طويل، وغنبدا نطلع 6 6 وغنطلع الناس اللي كتفاعل معنا وغنجاوبوا اي واحد على السؤال ديالو كما قلت لكم الاخوان. والتعديل ان شاء الله نهار 3 غادي يكون تعديل ما بين ما عرفتش الساعه بالضبط، مهم ما علينا يعني ما نقولش شي حاجه انا ما كنعرفهاش. المهم نهار 3 19 في الشهر غيكون تعديل قانون الهجره ديال 2024، وهذا التعديل القانون الاخوان مده قصيره غيخرج في الارض الواقع. وفي هذه الحاله هذه اي واحد عنده ترخيص دريب وفورماسيون دابا وما عندوش فيه اوتوريزاسيون تراب اخر، هو كيقرا الكورسو ملي غيخرج التعديل ويخرج رسميا في الجريده بان عندك الحق تدفع، ولا كنت كتوفر فيك الشروط عندك يعني كاع قريتي كورسو ودوزتي براكتيكا، يعني في هذه الحاله كيكون عندك الحق حتى تبدل الترخيطه اوتوريزاسيون تراب اخر. ولا خرج التعديل وانت ماتت لك الترخيطه وما قريتي لا كورس ولا حتى شي حاجه، ما كيكون عندك الحق دير حتى شي حاجه. ونشوف واش يكون عندك الحق تعاود تدفع في الريغو سوسيو فورماتيفو، او لا تكون منك من الناس اللي ماتت لهم الترخيطه مور تريسانيوس ما جبدوا لك الوراق، عاد عندك الحق باش تبدل يعني باش تبدل ديك الترخيطه. عليكم السلام. الناس ديال اسيلو كما قلت لكم اسيلو باقي ما واضح فيه والو، يعني كاين بزاف ديال الاخبار ولكن غير اشاعات، ما بغيتش نزرب. قلت لكم 19 في شهر عاد غنعرفوا شني كاين، يعني نهار 3 عاد نعرفوا شني كاين. حنا يا شوف اخوان حنا ماشي سمساره وماشي شفاره، حنا مهاجرين وكنقسموا المعلومات مع بعضنا. يعني في هذه الحاله هذه ما عندنا علاش نكذبوا عليكم، نصبروا نهار 19 في شهر راه كاينه خير. ولا قلت لكم بان من بعد هذيك الفيضان، او كما كتعرفوا الكوارث الطبيعيه كتوقع في اي بلاصه في العالم، يعني واخا تكون دوله متقدمه يقدر كوارث طبيعيه تقدر يعني تقدر تاثرها، فهمتي؟ يعني انتم شفتوا الاخوان داك الشيء اللي وقع كامل، الناس اللي كتفرج فيا وكتتبع فيديوز ديالي والناس اللي كتفرج عاوتاني وشافت الاخبار ديال اسبانيا، بان سبب تاجيل قانون الهجره او سبب تاجيل تعديل القانون الهجره، سبب تاجيل قانون الهجره او تعديل قانون الهجره ديال كان من 12 في شهر ولا 19 في شهر، هذا من سبب الاسباب ديال المشكل او الفيضانات او الكوارث الطبيعيه اللي وقعت في فالنسيا. ولكن ولا جينا نشوفوا الاخوان تكيف بانطايا خوتي تكيف بانطايا الله يجازيكم بالخير، وخليوا هذا المباشر ينتشر ولا كنت عزيز عليكم. والله الا غادي نهديكم شي حوايج اللي هما زوينين بزاف، ومن تما غنولي نطلع الاخوان كاملين، وهذا اللايف غيكون مجبد شويه ما يكونش قصير صافي. هذا اللايف غيكون مجبد شويه الاخوان، داكشي عليكم
دابا كتسمعوني؟ دابا مزيان الاخوان؟ سي مزيان 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 خويا عادل كتسمعوني مزيان؟ سي فالي كوز داير الشارج مع الميكرو ما صدق خسر الديكور ماشي مشكل. كما قلت لكم الاخوان السبب تاع يعني سبب التاجيل كما قلت لكم هي الفيضان الكارثيه هذاك الشيء اللي وقع في فالنسيا. ولكن جيت نشوف بان هذاك الشيء اللي وقع في فالنسيا هذاك الشيء عنده واحد الدور كبير على المهاجرين. دابا اسبانيا كامله كتهضر على المعاونه اللي كيتعاونوا بها المهاجرين مع باتيتو في فالنسيا، وكتهضر بزاف على المعاونه اللي عاون بها المغرب اسبانيا في فالنسيا. يعني شفتوا الفيديو اللي درتو دابا قبل ما نبدا هاد اللايف، درت واحد الفيديو من غير هذاك اللي درت فيه على حساب ديال اللايف، كاين واحد الفيديو طويل اللي درتو في اليوتيوب كذلك. اسبانيا كتهضر واحد الحاجه اللي هي واعره بزاف، هي باغيه 30000 مهاجر فقط في فالنسيا باش يوقفوا فالنسيا. فالنسيا خصها واحد 3 سانيوس باش توقف كما كانت، حيت الفيضانات دقدقه. وهنا عارفين بان نهار الثلاث غتوقع مفاجاه، وهاد المفاجاه منها تعديل قانون الهجره. هاد المفاجاه هذه بزاف ديال الناس كيطلعوا في فيديوز، يعني شوف راه ما كنعممش، كيقول لك بان التسويه الجماعيه غتكون مع التعديلات. ماشي غتكون مع التعديلات، هي لا علاقه مع التعديلات، هي في التعديلات غيناقشوا تعديل قانون الهجره، غيناقشوا التعديل اللي ديجا كاين وغيعدلوا فيه يسطا. ولكن ولا كان غتكون بصح غيناقشوا هاد التسويه الجماعيه وتجي شي دور ديالها نهار 19 ما يكونش عنده علاقه بتعديل قانون الهجره. وانا اللي كنظن التسويه الجماعيه اسبانيا محتاجه ليها، حيت اسبانيا محتاجه الناس ديال الخدمه. دابا راه المفجر كاين اليوم، خويا عادل مرحبا، ما عرفتش شنو قلتي كاين اليوم. يلا بارطاجيو اللايف اخوتي، الله يجازيكم بالخير، واللي عزيز عليه الطنجاوي بارطاجي اللايف. ودابا غنبداو نطلعوا الاخوان كما قلت لكم نهار 19 في الشهر ونشوفوا شنو كاين، ونتمنوا الله خير ان شاء الله. وتحياتي للاخوان المهاجرين اللي كاينين في فالنسيا، تحياتي لكم كاملين بكم، تحياتي والله العظيم. واحد الصوره اللي هي صوره جميله على جميع المهاجرين اللي كاينين في الاتحاد الاوروبي ماشي غير في اسبانيا، يعني في الاتحاد الاوروبي كامل درت واحد الصوره اللي هي واعره بزاف. وانا كنشوف فيديوز وكنتبهرش والله العظيم، شفت الفيديو الصراحه والله العظيم الراس ديالي سخان عليا. علاش؟ كتشوف شي حوايج واعرين بزاف، وشي حوايج اللي جاو سبحان الله جاو مع الدور او جاو مع تعديل قانون الهجره. يعني هادشي جا مع تعديل قانون الهجره، جا ديريكتومو مع تعديل قانون الهجره. تخيل دابا اسبانيا هزت صوره زوينه، واخا كاين بعض الاحزاب متطرفه اللي كتبين صوره خايبه على المهاجرين، ولكن لا، هدا كاين المهاجرين اللي كيصححوا ديك الصوره هادي على بركه الله. نمشيو نطلعوا الاخوان اللي باغيين يطلعوا معنا، وان شاء الله يكون خير على بركه الله. بارطاجيو الاخوان اللايف، الله يجازيكم بالخير، واللي باغي يطلع يصيفط ليا صافي، ونبدا نطلعوا واحد واحد. حسن، لا نطلعوا 6 6. يلا اللي باغي يطلع يصيفط، وخصو يكون مشارك الاخوان، اللي باغي يطلع يكون مشارك وصافي. السلام عليكم، غنبداو من فوق، دائما كنبداو من فوق وحنا هابطين. السلام عليكم. سلام خويا طنجاوي، كي داير بخير؟ الله يحفظك خويا العزيز، الصوت ديالك شويه بعيد، صوتك بعيد. راك منور، الله يحفظك اخويا على هاد المساعده اللي كتساعد. الصوت شويه بعيد. كتسمعني دابا مزيان؟ الاخ اللي تحت هضر، اللي فوق نشوف مشكل من عند من؟ انا عادي كنسمعك مزيان. ماشي مشكل. بلاتي خليك معايا، خليك معايا. مرحبا، دابا تفضل، دابا كنسمعك، تفضل خويا، السلام عليكم. الله يحفظك خويا الطنجاوي، بغيت نسولك على واحد القضية. عندنا دابا عندنا تريس انيو هنا في اسبانيا. مرحبا. او خويا عدي شاد السكنه في الاول، عدي تقريبا شي عام 8 شهور ديال شاد السكنه، ودابا ما لقيتش شاد السكنه. عندك ما عرفتش كيف تعاود؟ لا، عدي 8 شهور هادي شاد السكنه، بين عام 300 شهور. واه ودابا خويا ما لقيتش شاد السكنه، عدي دابا 3 اني، ودابا هنا 3 سنين وانا هنا في اسبانيا. وفوقاش دارت لك باخا ديال شاد السكنه؟ مور ديك العام اللي عندك شنو درتي؟ شنو البروبات اللي كتثبت فيها 3 اني اللي عندك دابا؟ ديال الطبيب تقريبا، كلشي ديال الطبيب. طبيب ديال الدولة ولا ديال الفلوس؟ لا ديال الدولة. واش شحال مدة بين بروفا وبروفا؟ بزاف؟ لا ما كاينش بزاف، كاينة شهرين، ثلاث شهور. مزيانة. أربعة. ثلاث شهور أخويا، أربعة شهور ما تفوتهاش مزيانة. لا ما كنفوتهاش. مزيانة أخويا، كيفاش؟
ياك الله يرحم دايزة. الوالدين. انت شي واحد عنده الصوت ديالي، شي واحد عنده الفيديو ديالي كيتعاود عنده الاخوان اللايف ديالي، كيدير ازعاج صراحة. يعني انا كنت في كاديس وبغى ندفع ان شاء الله في كاديس، ما يرفضوش ليا. شوف اخويا العزيز، انت فيما دفعتي خصك تثبت واحد وثائق اداريه، يعني بحال شهاده السكنه ديال شهاده ديال الطبيب، الطبيب ديال الدوله راه معترف. هذا اللي نقول. الله يجزاك بخير اخويا، مرحبا. الله يرحم الوالدين، الله يعلي خطيك، الله يكبر بك. الاخوان بارطاجيو لنا اللايف، الله يجازيكم بالخير. واي واحد كيطلع معنا في اللايف يحاول ما يطلعش باللايف ومعاه فيديو التليفون اخر كيتصنت اللايف. السلام عليكم. عليكم السلام، كي داير خويا؟ لاباس عليك؟ مزيان الحمد لله. اختي الله يحفظك، مرحبا. الموضوع المدينه، مرحبا. انا راه ديما كنطلع معاك من المهم من العام اللي فات. مرحبا، خير ان شاء الله، الله يسمعنا اخبار الخير. الله يبارك فيك. انا اللي كان وقعت لي واحد البروبليمه ديال الري بارافورماسيون وكانوا مشاو ليا الوراق، كنت قريت وساليت المهم كان المحامي ما صيفطش ليا الماتريكولا في ديك دينترو دي تريسميتيس، يعني حتى فاتت. وفي وصلتي ان شاء الله دابا؟ ما نكذبش عليك، سمحت فيهم ودرت الرايكو سوسيال. جاب لها تيسير؟ لا الحمد لله، دابا تقريبا شهرين. السؤال ديالي هو انه دابا انا بغيت نكمل 3 شهور مع الخيفي، حيت انا ما المهم ما خدامش معاه راك عارف، بلا ما ندخل في الموضوع. سميتو وبغيت بغيتو هو قال لي ندير لك انا بخا بلي ما بقاتش عندي الخدمه ولا شي حاجه وسيري خدمي في جهه اخرى. يدير لك ديسبيدوم ديالها. يدير لي اسبيدو بلي ما بقاتش عنده خدمه ولا انا ما عجبتوش في الخدمه. ماشي مشكل، واخا اصلا تخرج انتينا غير هي ولا عندك خدمه فين تدخل، واخا تخرج انتينا عندي، حيت انا عندي انا عندي الخيفي مع من تنخدم، وشهر واحد غادي يبدا وغادي تجيني هي هذيك، يعني غادي نكمل فيها تريسميسيس. شوف انا نعطيك واحد القضيه قانونيه وماشي انا اللي كنقولها لك. القانون كيقول لك عندك الوراق ديال العام خصك تخدم عليهم فوق 6 شهور، يعني ماشي 6 شهور مع واحد الشركه، يعني تكوتيزي في لابي دراب وراك 6 ميسيس. ولكن انت تخرج تخدم مع واحد الشركه وما عجبتكش الخدمه ديالها، يعني ما تمشيش وتخرج ديريكت، ولا بغيتي تخرج انت لراسك شوف خدمه اخرى تخرج من هنايا واحد السيمانه تبدا خدمه اخرى. هذه ما كتحاسبش معك الدوله، الدوله كتحاسب معك ولا درتي باخا بونيتاري ومشيتي انتينا كتفيرمي فليني وما كتقلب على لا خدمه لا والو، بقيتي واحد العام انت جالسه وما قدرتيش تخدم وما قدرتيش تلقى الخدمه، هذه كتلقى مشكل فيها. ولكن ولا انت عندك فين تخدم راه ممكن تخرج راسك، ولكن ويلا كانت مفاهمه يدير لك ديسبيديدو احسن. داكشي اللي قال لي هو، يا قال لي يدير لي بلي انا ما بقاتش عنده الخدمه، قال لي مني غادي تكمل هذيك التيمبورادا مع الخيفي ديالك عاودي رجعي عاوتاني نفتح لك. ماشي مشكل، هذه ما فيهاش مشكل كاع. انا شخصيا طنجاولو اللي كنهضر معاكم درت الوراق ديال الريكو فورماسيون، جاوني فابورابلي، خدمت مع الشركه 45 يوم، من بعد ما عجبتنيش الخدمه صيفط لي ديسبيديدو مشيت لشركه اخرى، ما كاينش مشكل. صافي، هادشي اللي بغيت نعرفه. بالنسبه للابيدار لابورال كانوا قالوا لي بلي خاصها 160 يوم، 160 يوم هي 6 شهور ياك؟ 160 يوم في العام زعما سيدي. شوف انا نقول لك شنو كاين، ولا خدمتي 3 شهور وعطاك الشركه ديسبيديدو ومشيتي تفرمي في لينين واخا ما تلقاش الخدمه تقدر تبدل الوراق ديال العام من الوراق ديال العام ديال العام. ان شاء الله لا ان شاء الله غنخدم بهم، لا ما يمكنش ضروري. نعطيك انا مثال الله حياته هذه الدنيا هي هايله، يعني ما تقدرش. داكشي اللي كاين. بس خدمتي 3 شهور مع الشركه، ماشي غير مع الشركه، خدمتي 3 شهور في لابيدا لابورا وفي اخر خدمه خرج شي ديسبيديدو وانت عندك يلاه 3 شهور في الوراق الاولى ديال العام، تقدر تمشي ديك تاخيت ديسبيديدو تفيرمي في لينين، كل 3 شهور كتفيرمي كتقلب على خدمه. فهاد الحاله ممكن لك يعني يعني تبدل الوراق ديالك ديال عامين نورمال، ولا خرج شي فاخا فونيتاري هنا كيتحاسبوا معاك كيقول لك خصك ضروري تجيب لينا بري كونترات وعاد دير موديفيكاسيون. صافي، واخا شكرا بزاف، والله يكثر خيرك، وشكرا بزاف، حنا كنستافدوا منك بزاف، شكرا. الله يسعدك. كما كتشوفوا الاخوان بارطاجيو لها هذا المباشر، كما كتشوفوا الاخت التجربه ديال ريكو فورماسيون، يعني هي قرات كورسو ولكن ماتريكولا ما وصلش لستراخيريا بسبب المحامي. هذا اخطاء كيديرهم المحاميين واغلبيه كيديرهم بعد اسيسوريات المحامي قليل في كيديرها، يعني بحال هاد الاخطاء هادو هي خدات تجربه ولكن ما رجعتش للور، يعني ما استسلمتش. بارطاجيو هذا المباشر، الله يجازيكم بالخير. يعني شنو دارت هي؟ شوف اللي كي بارطاجي غنطلع 6 الاخوان دابا، 6 ديال الناس اللي غيطلعوا،
شنو دارت هي؟ ما استسلمتش الاخوان، مشات ديك دفعت الريغو سوسيال ودات الوراق، هي خدامه دابا. يعني انت ولا عندك ريغو فورماسيون ما قدرتيش توفر الشروط ديالو، مشاو لك، راه من حقك تدفع الريغو سوسيال على بركه الله. الاخوان اللي كيصيفطوا لينا باش يطلعوا، اي واحد كيصيفط راه غادي يطلع صافي، اي واحد كيصيفط وكي بارطاجي غادي يطلع. مرحبا بالجميع الاخوان، مرحبا بالجميع. وكنبداو من فوق الاخوان، اللي يطلع يضرب يضرب على ديك الميكرو ديالو. الله يجازيك. يطلع حي الصوت الاخوان، اللي يطلع حي الصوت. الله يجازيكم اخوان، اللي يطلع حي الصوت يبقى غير فوق مرة اللي غنبداو معاه، اللي فوق مرة يبدا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا خويا، داير اخي لاباس عليك؟ كلشي بخير. الله ينورك، عطينا المدينه والله. الحمد لله اخي. انا في سميتو في كورا ليخو لاس بالماس. شكون اخو؟ شكون كيهضر معايا الاخوان دابا؟ خصني نعرف الناس اللي كيطلعوا ما كتحيدوش الصوت دابا، كتخليوني انا ما عرفتش. تفضل اخويا هذيك، انا كنسمعك. انا في سميتو في لاس بالماس كورا ليخو. مرحبا، تفضل اخويا. الموضوع عليك. ابي تغير اخي، نسولك. انا عندي دابا 3 سنين غنسدهم، دابا بقى لي غير شهر وعندي الكونطرا وعندي كل شيء، وما عرفش الاجراءات اللي غندفع كيفاش غندير. شنو غادي تدفع؟ ريغو سوسيال. ريغو سوسيال. شوف، اول حاجه تعديل القانون ديال 3 سنين. القانون ديال 3 سنين غيولي غير عامين، يعني 19 في شهر هاد الثلاث غيطبق واحد القانون ديال عامين. المهم انا نهضر حنا على الريغو سوسيال. خصك تجيب بري كونتراتو خورنادا كومبليتا، وكاينه الريغو سوسيو لابورا ميديا خورنادا. انا نهضروا على تري سانيس، انت عندك تري سانيس صافي؟ تري سانيس، تجيب لي ستوريكو ديال شهاده السكنه ديال تري سانيوس، اولا ما عندكش كامله كتجيب بروفات اللي عندهم علاقه بالطبيب ديال الدوله وبزاف د الحوايج، وكتجيب باس السيره مترجمه ابوستيل من البلاد، باسبور ديالك يكون فيه اكثر من 6 شهور عادي يموت ومصور فيلم، وكتجيب بري كونتراتو كيما بري كونتراتو خورنادا كومبليتا، وكيدير لك فيها السالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال. هذا اللي كاين اخويا. لحقاش قالوا لي خصك تدفع شي ريغو، قالوا لي دفع الريغو يخرج لي الريغو. ما فهمتش. ما تنساش لي فورمي هو الاول. لي فورمي شحال كيدوز عاد يخرج؟ ما نقدرش نكذب عليك، كل المدينه كتسرق على المدينه. هاكا صافي اخي، الله يرحم ليك الوالدين. شكرا بزاف. لي فورمي ديال ترافو هذا سوسيال، الباسبور ديالك يكون فيه اكثر من 6 شهور، ليستوريكو ديال الشركه، والبري كونتراتو خونا دا كومبليتا، وسير تدفع اخويا عزيز والله يسهل عليك. وما عليك غير فابورابلي، ولا كان الخيفي ديالك عندك معاه مزيان قول له عطيني ليمبيو ديال الامبريسا، يعطيك واحد جوج ورقات فيهم ليمبيو ديال الامبريسا، بان السيكوريتي سوسيال ما كتسال والو، بان ديك المدخول اللي عنده قادر يخدمك واخا تحياتي. صافي. شكرا اخي، الله يرحم لك الوالدين، جزاك الله خيرا. صافي اوكي ان شاء الله، الله يرحم لك الوالدين. يا ودي الله يسهل عليك. السلام عليكم، تفضل اخي. ديما كنبداو من فوق. هاد الاخ واقيلا انا حيدت له بلاتي. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا الطنجاوي، بخير. الله يحفظك، شكرا خويا كمال، شكرا اخوان، بارطاجيو اللايك. تفضل اخويا العزيز، المدينه والموضوع. اخويا انا الكومونيدا فالنسيانا. مرحبا خويا، انا دفعت على الريغو فورماسيون والامور كلشي دازت مزيان، وانا كنت قريت غير 60 ساعه ودفعت بها وجاوبوني الامور دازت مزيان الحمد لله. يعني ديك الشيء اللي كنت كنقول انا يعني ماشي هضره خاويه، ممكن تدفع. لا دفعت انا 60 ساعه. ونزيدك واحد الحاجه، انا ما كنتش لقيت المدرسه وكنت ما بغيت ندفع لا ماتريكولا لا والو، وقلت وقال لي بنادم كلشي تيقول لي راه ما غاديش يقبلوا لك ديك 60 ساعه، وما دفعت لا ماتريكولا لا والو، تدازت 8 شهور ودفعت ديريكتامين ديال باش الحساب، شديت البري كونترات من عند الخيفي وقلت نديرها في يد الله، وجاوبوني دفعت ديريكت، ما دفعت لا ماتريكولا لا والو، دفعت ديريكتامين. فهمتي؟ دفعتي موديفيكاسيون ديال الخدمه. دفعت باش ديال الموديفيكاسيون ديال الخدمه. صافي واحد السؤال يا اخي، واش كلامي صحيح ملي كنت كنقول الدراري كورسو 50 60 80 ساعه دايز؟ مقبول ديال 60 ساعه مقبول، انا دفعت ديال 60 ساعه، واللي بغى يتاكد ما عنديش مشكل. باش نقول لك واحد القضيه، اسبانيا محتاجه في يد العامله، اسبانيا ما على بهالاش، اسبانيا دايره ديك رايكو فورماسيون باش كتبين الاتحاد الاوروبي بانك تفرض على الناس واحد الكورسو عاد تعطيهم الوراق.
اي حاجه شوف اللي خايف من البريكونترات ولا خايف من اي حاجه غير يدفع غير يدفع خصوصا في الكوميونيتي فالنسيانا تي مسهلين الامور تيجاوبوا باي حاجه سي ادفع عليهم اي حاجه يجاوبوك بها خير ان شاء الله. انت في وصلتي دابا؟ انا اخويا اللي بغيت نسولك هي دابا المشكله شفتي داكشي اللي وقع في فالنسيا وانا دابا جاوبوني بقريب دابا شي 22 يوم باش جاوبوني سمتي ذلك التا مازال هذيك التا ديك المحاميه كاينه في فالنسيا ووقع عليها المشكل ومشى ليها داكشي راك عارف المشكله ومابقاتش بغات تجاوبنا على حساب باش تفتح لينا التا واش المحاميه اللي دايره لكم بري كونترادو هي اللي دايره لنا البري كونترات وكلشي وكان مشى لها داكشي وتمشكلات دابا راك عارف كان مشات لها لوفيسينا واش المحاميه ديال الشركه ولا هي دارت لكم هي كونترات وما فهمتش لا دابا اسمح لي نعاود نشرح لك من الاول دابا هي اللي كانت هي ديال الشركه هي ديال الشركه المحاميه ديال الشركه قول لي الخستور الشركه هي ديال الشركه اللي باش يفتح لي انا التا باش يفتح لي التا وقع ليها داك المشكل ومشى ليها مشات ليها لوفيسينا وما بقاتش بغات تجاوبنا كاع ما بقاتش هي ما عرفناهاش فين كاينه ودابا انا بقيت نتسنى واش غادي كاين شي حاجه ما يكون عندك حتى مشكل او يعني حيت بنادم تيقول لي الا فتي الشهر غادي يوقع لك انا شهر تما ولكن انت يعني الناس ديال فالنسيا ناس فالنسيا ظروف خاصه اخي راه الشركات مفروض عليهم يخلصوا الناس اللي خدامين بلا ما يخدموا بصح هذه بصح اييه فرضوا عليهم حيتاش عطينا واحد التعويض تعطيهم واحد التعويض بصح نيت ضروري شركه كتعوض وهي كتعوض خدام هذا كيعوض هذاك الشيء هذاك وهذا هو المشكل انا علاش انا طلعت تما الامور كلشي دايز مزيان راه قرار متبع وراه داك الشيء انا سمعتها ملي قلتي لي من 60 ساعه وهذيك هي اللي عقب درتها في راسي وتوكلت على الله ومشيت دفعت الحمد لله انت دابا ماشي خصك ماشي ضروري تبصم دابا انت دابا عليك غدير التا صافي هذيك التا هي اللي المشكل واش نقدر نمشي لعند شي محاميه اخرى و ندير لها شي اوراق ديال الشركه ولا شي حاجه تقدر دير لي التا ولا ضروري هذيك المحاميه اللي كانت ديال الشركه ديال لا هذا شوف راه اي شركه عندها خيستور اللي مكلف بالسيستم ديال الشركه انت ما عندكش الحق دير التا في شي شركه اخرى لا اسمح لي قاطعتك ماشي على حساب شركه اخرى انا غير نشد محاميه اخرى ونفس الشركه تقدر تدخل لي الشيء ما يمكنش هذا هو شوف انت ما عندك حتى مشكله اخي انت ما عندك حتى مشكل حيت انا شاد السيطه ديال التبصام ما بغيتهاش تضيع ليا شوف ما كاينش مشكل هنا ما كاينش مشكل انت دابا السيدة تا ولا ضاعت بدير وحده اخرى بصمه واخا تطول شي انت ولا درتي غير التا واخا تبقى 3 شهور ما ديرش بصمات هما كيشوفوا التا اسمعني هذه اسمعها مني انايا واخا تبقى 3 شهور 4 شهور على حساب السيتا اللي شديتيها غير هما ملي كيدخلوا السيستم كيجروك شات السيتا وصافي هذا اللي كاين ثاني حاجه خصك تعرف واحد القضيه بان انت دابا راه خصك ما عندك مناش تخاف انت ما عندك مناش تخاف جاوبك فابورابلي ما وقع هذيك الكوارث الطبيعيه في فالنسيا راه نورمال خصك تصبر ما عندك ما دير واخا اخويا الله يرحم الوالدين الله يسهل عليك اخي نسق دي غلط ديالنا معنا في المباشر ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليك اخويا الله يسهل الاخوان بارطاجيو اللايف الله يجازيكم بالخير شوف بزاف الاخوان معايا ما كيتكاوش بانتايا بزاف الاخوان ما كيبارطاجيوش واغلبيه اللي كيطلع معنا كيستافد كيهبط وكيمشي بحال يعني كنقول الاغلبيه ماشي كلشي حيت كاين كنشوف معايا الناس كيطلعوا ليا وتحياتي الاخوان صراحه تحياتي الاخوان ديال الطنجاوينو تحياتي لكم بغيت نشوفوا شكون كيتفاعل معنا يطلع اي واحد يطلع الاخوان يحيد الصوت صافي اي واحد يطلع يحيد الصوت الله يجازيكم بخير اللي يطلع يحيد الصوت غنبداو من فوق صافي السلام عليكم غنبداو من فوق السلام عليكم الاخوان اللي تحت حيدوا الصوت الاخوان تتوصل النوبه ديالكم اللي تحت حيد الصوت الله يجازيكم بخير
اخواني انت حيت حيت صوت باص عليكم. السلام عليكم، تفضل خويا. راه ما نسولك اخويا وسمح لينا، عافاك راه تنتبعك ديما وبغيت نسولك على واحد السؤال. واخا عطينا غير مدينه، الله يجازيك بالخير. مرحبا، وسمح لي عندي شويه العربيه راه ناقصه شويه، راه بالاطلس باش ما بغيتي هضر العربيه بالريفيه نهضر معاك، غير قول لي مدينه ومرحبا. الاطلس لا كنت عارف اللغه الاطلسيه نهضر معاك. ما والو غنفهم كاع هذا العربي، غنفهمك تفضل. المهم غادي نجرب على الله. لا غنفهمك. مرحبا. انا خويا جيت لسبان في 2021 ودرت شهاده السكنه. من بعد دروكا فاش جيت فاش كملت عامين عندي وعاودت سنيت هذيك الورقه ديال شهاده السكنه، بالله راني داير شهاده السكنه في واحد البلاصه. تحولت وفاش تحولت ما كملت 3 شهور وتحيدات لي شهاده السكنه. من بعد ما حسيت بها تفات 6 شهور. واه فاش فات 6 شهور ورجعت عاودت درت شهاده السكنه في واحد الجهه اخرى. في ديك 6 شهور عندك شي بروفا من غير شهادة السكنة شي ورقة شي حاجة؟ لا ما عنديش. تعرف واحد القضية، ملي كدير لك باخا كتفوت 6 شهور عاد كتحيد من السيستيم. المهم هادشي اللي عندي في الورقة ديال شهادة السكنة لقيتها فيها باخا، ومن بعد فاش كملت ديك 6 شهور عاودت درتها في واحد البلاصة أخرى، ودابا كملت 3 سنين بهذاك الحساب ديال 6 شهور وزدت بحال قلتي من 2000 من شهر جوج شهر 9/2021 لدروكا راه كملت 3 سنين وكثر. شوف اسمعني نقول لك، شوف البلاصه قلتي لي انت. انا كنت دايرها في لاريوخا ودروكا في نافارا. نافارا كيسهلوا مزيان وهذيك ما غضركش، يعني انت درت لك باخا وعيقتي بها من بعد 6 شهور، ولكن ديك 6 شهور ما تنساش بان كنتي مسجل عاد من بعد 6 شهور عاد دارت من السيستم. وهذاك الشيء اللي تنخاف دروك، تنخاف ندفع هذيك ذات الثلاث سنين. عندك شغل ما عندك ملاش تخاف، توكل على ربي، توكل على الله، قول بسم الله وتوكل على الله. الله يرحميك الوالدين، سمح لي بزاف وشكرا. يا اخي انت توكل على الله، ما عندك علاش ترجع له. الله يرحميك الوالدين، شكرا. تحياتي اخي، الله يسهل عليك. تحياتي ناس اطلس. الله يحفظك. السلام عليكم. مرحبا. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، وكلشي اللي باغي يطلع خصو يكون مشارك ويبارطاجي المباشر. السلام عليكم. عماد مرحبا. مايكم خويا طنجاو كي داير بخير لاباس؟ الله يحفظك يا المنظر. بخير الله يرحم الوالدين. غير طنجاو الشرف كبير طلع لي معاك اخويا طنجاو، شحال انا كنت والله العادي شحال كنسرد ليك ولا بغيت نقلب. وعرفت كنقلب على النمره ديالك والو شنو غادي نقول لك. لا لا صافي خير تنجي. كاين عندي الجروب تحت التصويره ديال التيك توك. خصو اخويا طنجاوي دفعت الورق ديال عامين في المدينه نتايا في برشلونه نواحي الطارغونه. مرحبا تفضل. دفعت عطوني الورق ديال العام ودرت هذاك الكورس ودرته في برشلونه و بدلت ديال عامين وبعض المرات وانا كندفع كينفضوني. دابا ماتوا لي الوراق. ماتوا دابا شي شهر فوقاش ماتوا. ولكن كينفضوا لك، ما هو السبب علاش كينفضوا لك؟ شي على الاخر، على الكونتراتا، الكونتراتا ديال درت ديال الماسين و مؤخر قال لي اخويا العزيز عماد اعطيني شنو الكورس ديبلوم درتي ديال الكورس ديال الماسين. الماسين شنو البري كونتراتا اللي عطيتيهم ديال الماسين؟ وعلاش رفضوا لك؟ حيت كونتراتهم ولا من الخارج؟ والله ما عرفت على هذاك الشيء. في الاخر قالوا لي هذاك الكرسي اللي درته في برشلونه عارفه واقيلا انت سمعتي عليه. واقيلا على واش انت من ديك الشركه اللي ضربوا عليها؟ واه اوه هذيك الشركه حصلوها بلا ما نسميها، ما يسميها حتى واحد. هذيك الشركه ديك الشركه حصلوها، عرفتي شنو حصلوها؟ لانك تعطي الناس كورسو بلا ما يقراو نيشان. واه دابا اخويا طنجاوي دابا عام تحيدت لي شهاده السكنه ما لقيتهاش، فهمتي؟ ما كاينش 1200 1400 جوج المليون، فهمتي؟ انت ما عندكش شهاده سكنه. ما عنديش عام دابا فوقاش تحيد من شهاده السكنه. ولكن عندك البروفات. عندي بروبات ديال الطبيب، خاص انا عندي الطبيب كنتبع الطبيب كل شهرين شهر و15 يوم. ماشي مشكل، انت ملي غتقرب تدفع في ديك 3 شهور تكون عندك شهاده السكنه الاخرانيه. عندي قريت عاود ثاني الاخر، عندي 45 ساعه ديال كاتالان مزيان. وبغيت ندفع ديال 3 سنين صافي. كنقول واقيلا على حساب
معني مزيان اخي. واش تصنتي ديك الاخت اللي طلعت معنا وقع لها مشكل في ريكو فورماسيون؟ لا طلعت معنا الاخت وقع لها مشكل في ريكو فورماسيون وديجا طلعت معايا بمشكل ديال المحامي ما صيفطيهاش، ماشي ديال المحامي، اسيسوريه تاش فارس هما اللي كيديروا هاد الحرايق، ما صيفطوليهاش ماتريكولاس ترافيريا وهي عطاتها له ديك خيستور ديك اسيسوريه ديك الشفار اللي رحنا الشفار عطاتها ديك الشفار سمسار المهم بحال عطاتها له ما وصلهاش لسترانخيريا، هي بقات كتقرا تاجها في الاخر واحد الورقه بان الورق ديالها تجمدوا ومسكينه سمحات في كل شيء حتى واحد ما عقل عليها ومشات تدفع طريق وسوسيال وعطوها الوراق ودابا خدام. لا تما ما عنديش المشكل اخويا تنجاوي على حساب هذيك شهاده السكنه، دابا ندير شهاده السكنه نمشي ندفع ديال 3 سنين ما عندكش مشكل. نقول لك علاش حيت انت ولا عندك تبقات ليا، اسمح لي اخويا تنجاوي نقاط العاي، تبقات ليا 3 شهور شهر 3 شهور غادي نسالى 3 سنين باش حتى كان عندي الوراق. واخا كان عندك الوراق داك الوراق ما كتحسبوش صافي كتحسب لك غير الاقداميه، واش انت هذا العام اللي مشات ما كانش عندك فيها شهاده السكنه كان عندك فيها الوراق؟ حتى كان عنده فيها الوراق. واه ماشي مشكل، انت غتسمعني شنو غادي دير دابا؟ دابا انت هاني راسك، دابا انت غيخرج ريبو سوسيو لابورال غا عامين كيطلبو منك ماشي 3 سنين صافي. تما خويا طنجاوي الله يرحم لك الوالدين، ندخل معاك في واتساب وغادي نهضر معاك شي حوايج. اجي عندي المجموعه ديالنا هنايا تما تدخل عندي بغيت تقول شي حاجه مرحبا. فين ما عارف شو انا في هذا الشيء قسما بالله. انا غنسالي وغندير لكم واحد ستوري ونقول لكم شنو غديروا، غندير ستوري ونوريكم الاخوان بزاف كيطلبوا مني. الله يرحم لك الوالدين اخويا، الله يرحم الوالدين اخويا طنجاوي الله يعطيك ما تتمنى، الله يخليك الوالدين. انت انا خويا اش عارفينناش دوماش. انا الناس نتشرم اجي احفظ سيدي رب العالمين، شي ساعه سيدي رب العالمين، شي صفاح رب العالمين ان شاء الله، شي عون سيدي رب العالمين. شكرا اخواتي، السلام عليكم. اخوان بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بالخير. شوف الاخوان اي واحد باغي يطلع يبارطاجي اللايف، اللي باغي هذا المباشر ينجح يبارطاجي اللايف. والله العظيم الا كنوصلوا المعلومه وكنتعاونوا مع الاخوان بدون مقابل، والله العظيم الا كنحلف عليها الى يوم الدين كنتحمل المسؤوليه وكنهزها في الرقبه ديالي. ما عمري تسمصرت في شي اخ مهاجر وما عمري تسمصر فيه، حنا رجال وغنموتوا رجال ولدونا والدينا رجال. السلام عليكم. السلام عليكم، كي داير اخويا طنجاوي؟ بخير الله يحفظك اخويا العزيز، تحياتي مرحبا. الله يعزك اخويا الله يحفظك. شوف الاخوان واحد القضيه ما عرفتش هاد اللايف واش غيستاهل ولا لا، بغيتكم تفرقعوا هاد القليبات هادو بغيتكم تفرقعوهم الاخوان. علاش؟ حيت هادو اللي كيخليو اللايف ينتشر، يعني الجيش الخفاء على بالك. تفضل اخويا. خويا العزيز انا في الميريا، انا كنت درت داك الرايغو فورماسيون قريت سالي دوزت ستاج كلشي وما لقيتش بري كونطرا، دابا الاوراق ماتوا ليا انا قريب ماتوا باقي فيهم 3 ايام. شوف نقول لك واحد القضيه زوينه، ما تفقدش الامان حيت نتايا درتي هذوك الاوراق باش تبدلهم في الاخر بري كونطرا ولا، حيت انت دوي سيغا عامين في اسبانيا، دابا غادي يخرجوا الاوراق ديال عامين، يعني تكون عندك غير عامين وتدفع الاوراق ديال الخدمه، يعني تقدر تجيب اي بري كونتراتو في اي ميدان تبدل دير الاوراق ديال الخدمه، يعني انت ما تفقدش الامان حيت الناس الرايغو فورماسيون كاع اللي ضاعت لهم الترخيطه غير ما يفقدوش الامان. كاين الرايغو سوسيو لابورار كيطلبوا لك غير ميديا خورنادا، يعني غير 20 ساعه في السيمانه وبلا ما كيطلبوا غير 3 سنين لا والو، غير عامين الاقدميه. هذا اللي كاين اخي، هذه هي الحاجه اللي باقا دابا في الامان ديال الناس اللي ضاعوا لهم الاوراق ديال الرايغو فورماسيون. يعني نقدروا ديك السنه واش تقدر تبدل، يعني تبدل هاد الاوراق ولا تبدا من جديد؟ هاد الاوراق هادو باي باي طبعي. يعني تدفع تجمع هاد البروفات وداك الشيء وتدفع عاوتاني الرايغو سوسيال، هذا هو اللي كاين. يعني انت دابا ما عندك علاش تقلق، صافي انت راه جايين تعديلات زوينه ونهار 19 نهار 3 غادي يخرجوا من وسوده ومورها الايام قليله غادي يطبق ان شاء الله وكلشي غادي يدفع ان شاء الله. الله يحفظك. انت اللي درتي كورسو باش تبدل الاوراق حيت انت عندك غير عامين، هادو غير كيطلبوك حتى هما غير عامين ماشي 3 سنين. صافا خويا شكرا الله يعزك. تحياتي اخويا، ما عندك مناش تقبل، شوف والله الا مولاها ربي. تحياتي ان شاء الله. الله يحفظك اخويا. تحياتي اخي مرحبا. السلام عليكم خويا الطنجاوي. اهلا خويا مصطفى مرحبا. الله يحفظك خويا، بغيت نسولك لا عندك باش تنصحني خويا، انا كنت جاي من طريق الجزر ياك، وشتو عندي باسبور ماشي ديالي مقطع به، داروا لي الزوير عطاوني السور شي عامين ودابا ضربت فيه شي عام وخلصت المولطة، ضربت عام وثلاث شهور عامين عندي ديال السورسي، باش تنصحني الا دفعت زعما ماشي ما عندي حتى مشكل ولا خصني تنكسر السورسي فين شدوك انت؟
شدوني في كاناريا شتيني ريفي عطاوني السورسي عامين ومولطا خلصت المولطا كلش ملي عطاو لك ديك اللحظه هذيك ما بلوكيتيش نعم ديك الساعه ملي عطاوك الطرد يعني دابا انت هزيتي الباسبور مزور هذه هي القضيه اللي حامضه خصك تسال هذيك المده وتحايد تجيب ليمبي وتحايد المشكل ديك عاد تدفع الله يحفظك خويا الطنجاوي الله يكبر بك شكرا لك ولكن دابا دابا وتقدر دابا تواصل مع زكريا برشلونه خيستور كيخدم بزاف مع الدراري كيحيد لهم المشاكل ويشوف لك الحاله ديالك كيفاش خصو يدير ليها لا دابا نديرو ما عنديش النمره ديالو انا زكريا زكريا برشلونه غترجع للفيديوز ديالي غتبقى طلع غادي تبان لك انا داير له بوبليسيتي صافي صافي الله يحفظك خويا الطنجاوي الله يكبر بك عز الله ينور عليك الطنجاوي اخوان بارطاجيو اللايف اخوان الله يجازيكم غنشوف شكون كيتفاعل معنا باش يطلع شوف اللي كيتفاعل غادي يطلع واللي ما كيتفاعلش حتى هو غادي يطلع ماشي مشكل هذا اللي كاين هذا اللي كاين محمد اخوان اللي ما مشتركش يشترك اخوان الله يجازيكم زعما هو مشاكين شي خويا محمد السلام عليكم جيب مشات خلي طلعنا في الفاهم خويا السلام عليكم تفضل خويا محمد تفضل لا بس عليك الله يحفظك اخي مرحبا خويا طنجاوي بغيت نسولك انا جيت في شهر 3 انت هذا العام 2024 مرحبا وما درت شهادة السكن درت شي بروفات ديال الطبيب ديالهم في ديك الجهه ديال ويلبا ودابا مشيت للجهه ديال الريوخه المهم يكون عندك البروفات ديال الدوله يعني الطبيب ديال الدوله ولا عندك البروفات ديال الطبيب ديال الدوله في السميه ديالك راه احسن درت بروفات ديال الطبيب في السميه ديالي واه مزيان حيت البروفات الاخي هذوك ومن جيت هنايا لهاد الجهه ديال الريوخه درت باسبورتي ما كانش عندي وعاد كي درت شهاده السكنه في هذا الشهر 10 عاد درت شهاده السكنه ماشي مشكل المهم انت كل 3 شهور كتحضر بروفا صافي باقي عندي بروفات ديال الطبيب وكندير هكا دابا بروفات باش كتصيفط هكا فلوس ولا كيجيوك فلوس بروفات ديال الفلوس اخويا ما كيتحتاجو ولكن باش هذوك اللي كيجيو فيهم الفلوس مرحبا محتاجين هذا شكرا للنصيحه ديالك خويا الله يسلمك اخي تحياتي الله يسلمك الله يحفظك مرحبا الاخوان شحال واحد منكم شحال من واحد فيكم صراحه شحال من واحد كتجبروا كيجبد شهاده سكنه بروبا كيخبعها كيجبد ورقه الطبيب بروبا كيخبعها كاينه ولا ما كايناش كاينه هاد الهضره ولا كنهضر شكون فيكم كيدير هاد القضيه هادي شكون فيكم اللي كيجبد شهادة السكنة وشكون فيكم اللي كيجبد شهادة السكنة يلا جاوبوا لي في الكومنتات شكون فيكم اللي كيجبد شهادة السكنة والورقة الطبيب وكيجمع الدوسي ديال البروفات يلا كلشي يكتب لي يلا كلشي يكتب لي يو انا زيد كلشي شاد القضية هادي انا ما خداماش ما خداماش شتي ملي كتجي باش تدفع الرايكو سوسيال ولا الرايكو فورماسيون كتمشي تجيب لي ستوريكو ديال الطبيب كتقول له عطيني واحد الورقه وانا شحال وانا شحال مره كنمشي ونجي عندكم يعني شحال مره انا تسجلت هنايا كتمشي كذلك المقاطعه اللي تسجلتي فيها كتقول لي عطيني واحد لي ستوريكو ديال شهاده السكن يعني بلاش ما تقعد تجمع هاد الورق شحال من واحد فين كتجبرو كيهز الدوسي الورق معاه مسكين وكتجبرو كيمشي يتنقل من هنا لهنا لهنا ما خداماش اخي ما خداماش جوج البروبات اللي مهمين واللي محتاجين هما شهاده السكنه وورق الطبيب انت بقا دير فيهم بروبات ماشي ضروري خصك تجمعهم عندك
ماشي ضروري. في حاله انت ولا كنتي مستقر وعندك سكينه مع العائله وعندك البويت ديالك كتبغي تحطهم حاجه اخرى، ولكن راه ماشي ضروري. انا شخصيا ما عمري جمعت شي بروبا ملي كنت باقي بالاوراق، ما عمري جمعت شي بروبا. يعني هادي كنصح غير الاخوان المساكن كاينين كيفهموش في هذا الشيء كنوصلوا لهم الرساله، ما اللي كيعرف راه كيعرف. شهاده السكنه كتخرجها كتبقى مسجله عندهم، ونهار اللي كتبغي تدفع كتطلب لك ليستوريكو، ما كيطلبوا لكش البروبات اللي عندك في الدار. ليستوريكو خصك تمشي تجيبو، ومور 3 شهور كيموت. وانت ولا جبتي بروبا وكتبغي تخبعها باش تدفع بيها، هذيك بروبا عندها 3 شهور كتموت. واش فهمتوا القضيه؟ يعني كلشي واضح. شهاده السكنه والوراق بالطبيب هذوك راه ماشي ضروري خصك تجبدهم وتحطهم في الدار، غير كتسجل كتمشي تخرجها صافي. ديك الساعه تقضي بها الغرض ولا بغات تضيع الدم، عندك ما دير بها. يعني بغيتي تجبدها دير تقضي بها شي غرض وصافي، تمشي تدير باسبور ولا تمشي شي طبيب ولا شي حاجه، هذيك حاجه اخرى. يعني كلشي واضح، كلامي واصل، كلامي مفهوم. يلا نطلعوا الاخوان دابا. اخوان بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو اللايف الاخوان. واش كلامي صح ولا لا؟ السلام عليكم. السلام عليكم خويا الطنجاوي، لاباس عليك؟ بخير الله يحفظك اخويا العزيز. مرحبا، تفضل اخويا. بغيت نسولك اخويا الطنجاوي، مرحبا، على حساب الالتا ديال الريغو بارا فورماسيون شحال خص يكون فيها؟ واش 20 يوم يعني بنادم يبدل به الاوراق ولا لا مره اخرى؟ ما فهمتش والله، ما فهمتك شي. الالتا يعني جو، يعني جاوبوك فافورابلي يعني ديال عامين باش تحل الالتا، يعني شحال خص من يوم يعني على الاقل؟ يعني ملي عطاوك فافورابلي شحال كيعطيك المده؟ كيعطيوك شهر؟ لا، ملي تحل الالتا يعني الخيفي اللي غادي يدير لك الالتا شحال خص يكون من يوم فيه؟ يعني انت ولا عندك الالتا الخيفي كتبقى خدام معاه حتى النهار اللي غيجري عليك ولا تمشي فحالك؟ لا، الالتا شحال خص يكون فيه؟ واش شحال من يوم؟ 15 20 يوم ما كيكونش اخي القضيه، ما كتكونش هذه القضيه اللي كتقول انت. انا عمري سمعتها. شوف، ملي كيجاوب فافورابلي الشركه اللي كدير لك الالتا كدير لك الالتا مفتوحه. الالتا ما كدارش فيها شهر ولا شهرين، يعني سيكوريتي سوسيال كتسجل فيها وما كيكتبش فيها بان خصني ندير له 6 شهور الالتا. لا اخي هذه هضره خاويه. لا ماشي 6 شهور، في الشهر يعني في الشهر شحال من يوم؟ كيف شحال من يوم؟ كيسجل لك 5 ايام في 5 ايام في السيمانه، اسمح لي، من الاثنين للجمعه. يعني في الشهر يعني 20 يوم دايزه. 20 يوم ديالك اخي، انت عندك من الاثنين للجمعه، ولا كنتي كتخدم 7 سوايع تقدر تخدم من الاثنين للسبت. شكرا اخويا الطنجاوي، الله يحفظك. يا حيت ما فهمتكش في الاول، اسمح لي. واه ماشي مشكل، هاني الله يحفظك اخويا الطنجاوي. تحياتي اخي العزيز، بارك الله فيك، الله يسهل الامور، تحياتي، حفظك الله. الاخوان، هذا السؤال اللي قال الاخ سؤال مهم بالنسبه لي انا، واحد السؤال اللي هو مهم وجميل، انا غنحاول نوضحه باش يفهموا حتى الاخوان اللي معنا دابا. ملي كتخدم مع شركه، سواء الناس اللي داروا موديفيكاسيون ديال ريغو فورماسيون او الناس اللي عندهم ريغو فورم ريغو سوسيال، ما خصكش دير هاد الغلط اللي غنقول لك دابا. ما تخدمش 20 ساعه، اسمح لي، عفوا، ما تخدمش شهر مع الشركه اللي دارت لك يعني اللي بدات فيها الاوراق. سمعني مزيان الناس الاصيل، وانا جايين عندكم صافي، خليكم معايا، غير بارطاجيو، الله يجازيكم، بارطاجيو. بغينا تفوت 100,000 ولا بغيتو، والله الا كنشرح لكم شي نقط اليوم تستافدوا منهم، حنا خوت، وهذا الشيء راه عايشو انا. بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم. بغيتكم تفوتوا لي 100,000 قلب، وانا عارفكم غديروه، انا عارفكم. شوف، ملي كتفتح الطا مثلا، انا دار معكم بالخشيبات طنجاوينو، جاوبوا فابورابلي مثلا شديت انايا ديك الشركه اللي دارت لي الطا، خدمت معاها شهر، كنت خدام معاها خونا دا كومبليتا 100%. مشيت انا درت باخا بونيتاريا، كنهضر على باخا وليتاريا، درت باخا وليتاريا باش نخرج من عندهم، مشيت نخدم واحد الشركه ميديا خورنادا. هادي راه كتاثر عليك اخي، هادي كتاثر عليك بزاف في الوراق ديالك. ولا درتي باخا بونيتاريا، خدمتي غير شهر في الشركه ومشيتي خدمتي مع شركه اخرى ميديا خورنادا، كتاثر عليك في البارو وفي التبديل ديال الاوراق. ولكن ولا انت الشركه دارت لك ديسبيديدو في الشهر الاولاني ولا في الشهرين الاولاني ولا في 20 يوم الاولانيه، يعني حبساتك، من حقك تمشي تخدم شحال ما بغيتي تسوايع، يعني ما لقيتيش، يعني الله غالب، يعني انا كنت خدام خرج بدون الرضا ديالي، هذه ما كتاثرش عليك. يعني اي واحد عنده الوراق وما فاتش 6 شهور الخدمه عليهم بخوضنا ديال كومبليتا، من احسن يدير
سمعوني مزيان وفاتحوا ودنكم معايا. احسن يخدم ميديا خورنادا، ولا كان ديسبيديدو خرج من الخدمه الاولى، ولا كان خرج بخابون ايطاليا كنصحو يخدم خورنادا كومبليتا، ماشي ضروري تخدمها في واحد الشركه. اخوان تكيف بانطاي الله يرحمكم الوالدين، ولا كنت عزيز عليكم بارطاجيو هذا المباشر، حيت كاين السينيال ملي كتكون عندي علامه حمراء هنا اللايف كيهبط. دابا العلامه حمراء بغيتها تزول، غير بشويه البارطاج ديالكم غنزول. يعني كما قلت لكم الاخوان، ملي كتكون عندك ميديا خورنادا كتاثر عليك، ولكن ملي كتكون خورنادا كومبليتا ما كتاثرش عليك. يعني هادشي كنقول لكم راه معقول. و حتى في البارو، حتى في البارو، حتى في البارو، حتى في البارو، يعني انت ملي كتخدم ميديا خورنادا يومين يلا كيطلع لك نهار في لا فيدا لابورا، هادي ما كتعرفهاش. يعني البارو خصك تخدم 12 شهر اونانيو، يعني تقدر تلقى السيمانه ماشي مشكل. بزاف الناس دفعوا البارو كانت باقا سيمانه باش يكملوها، ماشي مشكل. المهم البارو كتحتاج 12 شهر. بزاف ديال الناس كيقول لكم البارو ما عندكش الحق تاخذو، واخا انت عندك اوراق جدادين الا خدمتي عام. لا لا، البارو حق من الحقوق ديال اي واحد، البارو الحق ديالك والقانون كيعطيه لك. ولكن كيفاش غندفع هذا البارو؟ شنو هو الطرق ديال البارو؟ البارو كيتدفع ولا عندك 12 شهر، وفي ديك 12 شهر في اخر خدمه خرجتي ديسبيديدو من الشركه، وخصك تدفع البارو قبل ما تفوت 20 يوم من بعد سبيديدو. هذا 20 يوم ما داخلاش فيها فين دي سيمانه، وما داخلاش فيها فين شتيو. واش تفهمنا على كلامي ولا ما تفهمناش؟ اللي متفاهم مع كلامي مرحبا. عبد الله يحفظك خويا، تحياتي لك هرمانو ديالي. بيبا بيبا خويا العزيز، بارطاجي خويا العزيز، بارطاجي بارطاجي، الله يجازيكم، بارطاجي. بغيتكم توصلوا ل 100000 هنايا، جزاكم الله خيرا كل واحد فيكم، اي بارطاجي 15 الناس اللي عنده اللايف غيوصل ل 100000 دابا ديال القلوب هنايا. كل واحد فيكم يدير ديك الحركه ويتكي على 15 ولا 10 الناس يضيفهم، اللايف غينتشر، وكل واحد يديرها راه كيتسجل عندي. ملي كنجي الكومونتيرات كيطلع لي الناس اللي كيتفاعلوا كنتفاعل معاهم. دابا كيعطيني التيك توك شكون هما الناس اللي كيبارطاجيو، راه كنطلعهم باش نقول لكم اللي كاين. ادم الله يحفظك خويا ادم، يعني البارو عندك الحق تاخذه، غير هو دائما البارو كما قلت لكم تخدموا 12 شهر عندك الحق في البارو. ولكن انا كنصحك نصيحه، ولا كنتي خدام والخدمه موجوده ما تمشيش البارو. البارو مزيان تجمع البارو، والله الا مزيان تجمعوا عليك، يعني تجمع بارو تخدم واحد العامين 3 سنين مزيان تجمع البارو. علاش؟ ولا خدمتي عامين عندك 8 شهور، ديك 8 شهور ولا جاب حتى شي شهرين ما كاينش خدمه تشد البارو، عاوتاني ضرب واحد العام. دائما البارو ما تساليش، كنصح في البارو ما تساليش، هادي كنصح نصيحه اخويه. البارو ديالك ما عمرك تساليه، بارطاجيو لي هذا المباشر. السمساره كاع ما كيهضروكم في هذا الموضوع حيت ما كيدخلوش فيه الفلوس. ها يلا شنو يبان لكم؟ وريو لي شي سمسار، شي سمسار في السوشيال ميديا كيهضر لكم كيقول لكم البارو ولا شي حاجه شي ايوده، كيهضر لكم غير على الطريقه اللي خصو يدفع لكم هو يدي الفلوس. علاش ما يهضر لكمش على البارو اللي هو اصلا ما كيدفعوش وما عندوش فيه علاقه، كتدفعوا راسك. ها علاش البارو راه انت عندك فيه الحق؟ البارو ما كيعنيش كدير معاونه، ما كيعنيش كتسرق، البارو كيعني الحق من الحقوق ديالك. خدمتي عام وانت كتكوتيزي، من حقك تشد 4 شهور ديالك، وانا كنقول لك من حقك البارو، ولكن تكيس عليه ما تديش كامل. الناس اسيلو خليكم معايا صافي، غنطلع شي واحد من الاخوان اسيلو، بلاتي شويه نطلع شي واحد من الاخوان اسيلو صافي، ومن بعد غنتناقشوا على اسيلو. دابا يلا الاخوان بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم بخير. شوف اللايف راه هبط الاخوان، شوف انا ملي كنشوف اللايف كيهبط صافي ما كيعجبنيش الحال الصراحه، كنقول للناس ما تبقاش. السلام عليكم. السلام عليكم الاخ طنجاوي، بخير. الله يحفظك اخويا العزيز، مرحبا. بارطاجيو الاخوان، الله يجازيكم بخير. كي داير؟ مليح اخويا بخير. الله يحفظك اخويا، جزاك الله خير. عندي واحد السؤال اخويا خفيف، الله يحفظك. معك فريد مانريسا. مرحبا اخويا فريد، تفضل. الله يحفظك. عندي باسبور طلعت فيزا، فيه جوج فيزات، دابا راه 9 شهور وانا هنا، فهمتي؟ والباسبور ديالي بغيت السؤال ديالي واش فيه فيزا اسبانيا، ما عنديش شي فيزا ديال شي دوله اخرى، واش نبدلو ولا بلاش؟ انا بغيتك تقول لي شحال قلتي شحال عندك في اسبانيا هنايا اخر فيزا كتحسب انت، دائما غتحسب لي من اخر طابع الباسبور صافي، وبلا ما تبدلو اخر. او اخر فيزا، اخر فيزا في شهر 2 14 شهر 2 اخر فيزا هي اللي كتحسب لك بروبا الاخرانيه، غادي تحسب بروبا من بعد هذيك التاريخ صافي، من بعد ديك التاريخ غتحسب بروبا وبلا ما تبدلو. علاش؟ انت
ولا بداتي الباسبور نهار اللي غتهبط للمغرب، واسمعني مزيان، غتهبط للمغرب غطلع عليهم في السيستيم انت ما يعرفوكش باش دخلتي اوروبا، خصهم يعرفوك الطريقه اللي دخلتي بها كما كيديروا الناس، كما داروا لي انا، داروا بزاف ديال الناس. انت الباسبور ديالك غتدفع به هكاك، سوا ولا مات هذاك كلام اخر، ولا مات غتخليه عندك نهار اللي تكون عاود المغرب ان شاء الله بالوراق ديالك، هذيك الباسبور اللي عندك مات غتخليه عندك في الصاك ديالك وغتعطيه لهم ملي تكون داخل في الديوانه غيطلبوه لك. لا حيت انا الباسبور انا صاوبته في المغرب قبل ما ندي الفيزا بشي 3 شهور، يعني مازال ما غاديش يموت. يعني مازال ما غاديش يموت، وغتدفع به وغادي تجيب الوريقات ديالك وغتهبط به، ما كاينش كاع المشكل، وهذيك الفيزا ما عندهاش كاع التاثير هنا. الله يحفظك اخي الطنجاوي، الله يسرك. ركز لي على هذه النقطه، ما الباسبور الطابع اللي عندك الاخراني اخر خرجه اللي عندك فيه ميسي التاريخ هو اللي غتحسب ليا البرو، صافي؟ الله يحفظك، حيت درت به شهاده السكنه فهمتي. ما الباسبور ديالك غتدفع به كما دفعوا به كاع الناس، وبالعكس غادي يعني توسخ الدوسي ديالك، ولا بداتي الباسبور مع من غتوسخ الدوسي ديالك مع الديوانه ديال المغرب، حيت دابا ولات شويه تزير، كيقولوا لك تعرف بها كتقول لهم بالفيزا كيدوز، ولا قلتي لهم الباسبور عندك خاوي يقول لك فين هو الباسبور ديالك ديال الفيزا، واش فهمتي كيفاش القالب؟ سي سي الله يحفظك اخي الطنجاوي، هو كدوز عادي ما يهضروش معاك، حيت دابا الهضره ديال البشر كيقول لك بدلو ما تبدلو، راك عارف دابا كنهضر معاك خوك، كنهضر معاك راك عزيز والله الا ديما متبعك اخي، كنهضر معاك اجراءات قانونيه ما غنصيفطكش شي بلاصه اللي غادي تاذيك، الله يسهل عليك. الله يسر لك، شكرا بزاف اخي الطنجاوي، الله يحفظك. الله يحفظك. الاخوان بارطاجيونا اللايف، الله يجازيكم بالخير. شوف 61 62 الف عائله اللي كتبارط اللي كاينه دابا اللي بارطاجات هذا المباشر، يعني 62 الف اللي بارطاج، بغيتكم تزيدوا تبارطاجيو الله يجازيكم، وصلوا 100 الف ولا كنت عزيز عليكم. السلام عليكم اخي. السلام عليكم خويا، كي داير بخير؟ الله يحفظك اخي، درنا غير السميه باش نعرفوك اصاحبي. انا سميتي اسماعيل اخويا، كاين في البا سيتي دابا. مرحبا اخويا اسماعيل، تفضل اخي العزيز. اخويا انا عندي اللجوء فهمتي دابا كملت به عامين وخدمت به فهمتي، عندي عام في بيضاره برر. اخي العزيز اللجوء كما قلت لكم في الفيديو، الناس ديال اللجوء مزيان يطلع الاخ معنا باش نوضحوا الطريقه ديال اللجوء. اللجوء خرجوا بزاف ديال الناس كيقول لكم بان ما غاديش يديروا لهم التعديل، وقع شي تغيير، ولكن باش نقول لكم الحقيقه باقي ما كاينه والو، كيخلعونا وصافي دابا. قلت اللي كاين دابا هو داكشي اللي قالوه في المسوده وفي التسريبات، قالوا بان كاين الرايغو سوسيال، الرايغو فورماسيون، والناس اصيلو فيهم عندهم التعديل، والناس ديجا اللي كان عندهم الوراق وضاعوا ليهم وخدموا عندهم 6 شهور لا ميدا لابورا، من حقهم حتى هما يردوا الوراق ديالهم بهذا التعديل هذا، والتعديل هذا ما نعرفوا شنو غيبقى فيه حتى نهار 19 في الشهر. واه دابا يعني حنايا الا بغينا ندفعوا الرايغو فورماسيون فهمتي، نحيدوا هذا الشيء كامل وندفعوا الرايغو فورماسيون، يعني الا داروا شي حاجه الرايغو فورماسيون، من حقك تدفع الرايغو سوسيو، الرايغو سوسيو لابورال، يعني تدفع الوراق ديال عامين، يعني تدفع الوراق بالبروبات ديال عامين، وكيعطيوك الوراق ديال الخدمه ديال عام بلا ما تقرا عليهم، اولا عندك عامين وشفتي راسك بانه وقع شي تغيير نهار 19 وما داروش شي تصليح ديال الرايغو ديال الناس الاصيلو، من حقك دير باخه على حسب التعديل، تقدر دير باخه وتستنى 6 شهور عاد تدفع في شي قانون اخر، ولكن هذا الشيء غير في السوشيال ميديا اللي كتقولوا، راه ما كايناش شي حاجه رسميه. سير تنعس على يدك اليمين، ونهار 19 في الشهر غادي يهضروا ويخرجوا هاد التعديلات هادو، ونهار 2021 غادي يشوفوها في الجريده، هادشي اللي كاين. دابا يعني حنايا هاد العامين غتحسب لنا الا حيدوا هذاك الريغو ديال سيكوند اوبورتونيتي، الا حيدوه غتحسب لنا هاد العامين. هذاك التعديل علاش غيحيدو؟ هو باقي حتى ما طبقش، علاش غيحيدو؟ دابا ياك الهضره ديال الناس فهمتي، دابا راك عارف الهضره ديال الناس. انا والله شوف، انا والله ما نبيع لك الوهم. شكرا خويا الله يحفظك. شتي داكشي اللي خرجوا فيه الناس كاملين، عرفتي منين جابوه؟ كاين واحد الصحفي عنصري ضد المهاجرين، هو اللي قال هاد الهضره هادي، قال اسبانيا، انا ما كنبغيش نهضر في شي حوايج اللي هما اصلا كاين بعض اسبانيول كيديروا شي اخبار بحال كيديروهم شي سمساره ديالنا. خرج واحد صحفي اسبانيولي دائما هذا كيمشي مع بوش، كيمشي مع الصحافه اللي ضد المهاجرين، قال بان اسبانيا، وسمعوني مزيان وبارطاجيو هاد اللايف الاخوان اللي معايا في المباشر، وصلوني 100000 صافي، هذوك السمساره بغاو نفتحوها وما نفتحوها. خرج واحد الصحفي بلا ما نسميه، راه غادي تقلب عليه وتقلب غادي يبقى يطلع لك يهضر بزاف على المهاجرين، قال لهم ولا اسبانيا فتحت الابواب الناس ديال اللجوء غتكب عليها بزاف ديال الناس غيتكبوا عليها، يعني اللجوء هي واحد الثغره اللي كيلقاها المهاجر باش كيبقى في اسبانيا ما كيردوش لبلادو. قال لهم هذا التعديل هذا ما غاديش يطبق، وانا ضده، والاتحاد الاوروبي دائما ضده، الاتحاد الاوروبي ماشي ضده،
كاين حتى شي مقر رسمي. داكشي علاش هاد السيد اللي كيهضر بزاف كيوصل اخبار، وكاين بعض السمساره ديالنا اللي كيحسبوا راسهم هيستوريست وعندهم الفيروس هما راه ما عندهم والو، كيوصلوا لكم هاد الهضره هادي باش انت ولي بحال واحد اخر كيدخل عندهم بريفاد واش كيقول له. وسمعوني مزيان، كيقول له انا عندي اسيلو، كيطلع مع فلان كيقول عندي اسيلو، كيقول له عندي بريفاد باش كيجبدوا عنده باش كيولي هو يتفاهم معاه، كيقول له شوف انا نشوف لك الحال غيكون هاني غيخرجوا تعديلات ما خرجوش، كاينه الثغره ندفع لك في رايكو سوسيال ولا في رايكو فورماسيون، يعني دائما كيبغي يدير بوبليسيتي لراسو بطريقه فنيه. واش فهمتيني؟ واه انا قلت لك شنو وقع، صحافي قال هاد الهضره هادي وكيقول لهم بان راه كيهضروا عليه وكيتناقشوا عليه في البرنامج، هي راه ما منها والو، ولا كان غيكون شي حاجه حتى نهار 19. تحياتي اخي العزيز. شكرا اخويا الله يحفظك، شكرا بزاف. هذا الشيء اللي قلت لك دابا ماشي غالي لك، كاع الاخوان ديال اسيلو خير باذن الله، شوف راه خير باذن الله، حتى الا كاع ما طبقش وما بغاوش يديروا التعديل غادي يديروا التعديل ديال من بعد ما دير باخه الاوراق ديال اسيلو، غتبقى 6 شهور عندك حق تدفع في اي قانون. تحياتي لك اخي. صافا خويا شكرا الله يحفظك. تحياتي اخويا الله يسهلك. الله يعاونك خويا شكرا. اخوان ما عرفتش الساعه 6 ندير معكم شويه وانا هبط الله صافي. الاخوان شوف الاخوان وصلوا ل 100000 الله يجازيكم. شوف كنشوف الدعم ما كاينش، يعني البارطاج ماشي الدعم، فهمون البارطاج ما كاينش الاخوان. الاخوان بارطاجيو ليزي ديال الطنجاوي، بارطاجي الاخوان الله يجازيكم الخير. شوف والله العظيم انا والله ما كندير توجيهات، والله الا كنطلع اي واحد طلع لي الاول كنطلع. السلام عليكم. السلام عليكم خويا الطنجاوي، صحتك لاباس؟ الله يحفظك اخي العزيز، مرحبا. الله يوفقك على المحتوى هذا خويا، الله يفتح عليك خويا. الله يحفظك اخي العزيز، مرحبا المانو دير. شوف خويا باش ندخل لك بالمفيد، انا دفعت ريغو فورماسيون وردوا عليا، وردوا عليا عطاو لي لوكي، دونك حبيت نسقسيك كي نجي ندفع درك نجي ندفع ولا حتى ندفع باش نعطي لهم ماتريكولا، ولا حتى نشد الكارت نديه معايا، ولا حتى نشد الكارطه ريزيدانسي. جاوبوك فابورابلي. جاوبوني. انا عندك ماتريكولا؟ ماتريكولا مازال ما جبتهاش. بصمتي؟ مازال ما بصمتش، عندي نحوس باش ندير الرونديفو. شد الرونديفو ديالك وانتيا شد الرونديفو ديالك وقلب على ماتريكولا وصيفطها لسترانخيليا، واخا باقي ما بصمت فيه. ماشي حتى ندي الكارطه لازم نديها معايا هي. لا لا لا، انت بديك فابورابلي كتحسب لك 3 شهور من بعد فابورابلي. خلاص 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 من الاول. جيب ماتريكولا وصيفطها لسترانخيليا وانت كتحوس ديك الساعه تمشي تقرا، وفي نفس الوقت كتقلب باش تمشي دير. خويا فنجاوي ستاج التكوين شحال لازم يكون فيه التكوين باش ندي تحصل على البطاقه؟ شحال لازم يكون فيه؟ شوف يا اخي كل حاجه كيفاش الزهر ديالها، ماسومينوس عندك 100 ساعه 80 ساعه 60 ساعه 150 ساعه على حسب هذيك لاكومين انت اللي منتمي ليها. واش فهمتي؟ منتمي من اليكانتي. اليكانتي تقدر 100 ساعه 80 ساعه، المهم تقلب على كورس وسيرتيفيكادو دي بروفيسيونال وتفى به. بارك الله فيك خويا العزيز، الله يفتح عليك. تحياتي الله يسهل عليك يا رمانو. الله فيك، شكرا خويا العزيز، شكرا. تحياتي. اخوان بارطاجيو اللايف الله يجازيكم. شوف العزيزه ديال الطنجاوي بارطاجي اللايف، انا اللي كيطلع لي الاول كنطلع، يعني اللي كيطلع الاول هو اللي كيتفاعل. طلبت منكم توصلونا غير 100000 دقال ما قدرتوش، 100000 ما قدرتوش الاخوان، 100000 يعني 100000 ماشي شي حاجه كبيره. انا عارف بان الجيش الطنجاوي يقدر يوصلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. شوفي انت تفضل خويا. وعليكم السلام. وعليكم السلام اخويا، كي داير؟ مرحبا تفضل. الله يحفظك اخويا سوفيا، مرحبا. الله يعزك اخويا. مرحبا تفضل اخويا. هذا ديك الشاورما دابا انت ما كتشوفو، كاين بعض الناس كيطلعوا معاك يعني راسهم بحال السطار، يعني راسو واخا تعيا الضراب فيه ما يوقع له والو، وطالع معاك يقول له على من كيهضر هذا. يلا الاخوان تكيو في بانطايا الله يجازيكم بالخير.
لي عزيز علي طنجة ويت كيف بانتايا. السلام عليكم. وعليكم خويا محمد، تفضل خويا. كاين اخي محمد بخير؟ مزيان صحة لاباس كلشي بخير. الله يحفظك اخويا العزيز، مرحبا تفضل. الحمد لله خويا. شو اخي محمد، انا كنت عندي ديك البارافورماسيون وما كملتش عليه فهمتي. مرحبا. وكتسالى لي بشهر 4 فيه 30. ما لقيتي لا كورسو؟ قريتي كورسو؟ ما كورسو انا عارف، انا كنت طلعت معك شي بعض المرات، انا كنت في المطار ودابا بدلت كومونيتات فهمتي. ماشي مشكل، ولا ما قريتيش انت دابا التعديل اللي غادي يكون عندك الحق تدفع، ولا عندك غير عامين في اسبانيا تدفع ميديا فورنادا تدفع الاوراق ديالك تقلب على شي بري كونتراتو. ولكن اخي محمد انا كنت دفعت لهم اش كيقولوا، دفعت لهم متريكولا، ولكن ما درتيش موديفيكاسيون. ما لا ما عملتش موديفيكاسيون، ما عملتوش. خصك بري كونتراتو باش دير موديفيكاسيون. ما كان ما جبرتش فهمتي، ما كايناش فهمت. دابا انا قلت انا واش يمكن لي مثلا عندي كونتراتو يعني في دومين اخر اللي عملته انا مثلا فحال اللي قلتي خرنا مديانا 20 ساعه في السيمانه، واش يمكن لي ندفع بها واش تسالي لي ريتيتيا ميديا خرنا هذا في نفس الميدان اللي عندك فيه كورسو؟ نو من غير ميدان، من غير قريه. دابا انا راني طلعت فوق كذا قلت في المطار، ودابا راني في لاريوخا قدام لوغرونيو. ماشي مشكل، عاد غادي دير دابا تخلي ديك فري كونتراتو عندك دي ميديا خونا هذا، وغتدفع فيها الريغو سوسيو لابورال صافي، غادي يخرج ان شاء الله في نهار 19 غادي يطبقوه وغادي يخرج ان شاء الله. واش اخاي محمد تتسالى مره ديك الريسينسيان؟ لا 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 ما عندكش مشكل داكشي صافي. انت ملي غادي تدفع المحامي غتعطيه ديك الترخيطه، قول له هذه هي سجلها عندك، قول له دير لي باخه ودفع لي في هذا. السلام عليكم. هذا يعني كامل لي باخه ضروري يدير لك باخه، انك كيصيفط واحد الورقه مع ديك الدوسي بان السيد عنده هذه الورقه ما وفرش بري كونتراتو نفس المعيده، كيكتب واحد لي سكريتو نستران خيريه مع هذيك الدوسي. واش باش كيديروا كيضربوا على هذا غير تبقوا قانون تدفع ديريكت ولا دفعتي كامل مثلا الورق ديالك صافي، ما تحتاج كاع دير هذيك الطريقه اللي قلت لك دفع ديريكت. انا قلت لك حتى شهر 4 كيموتوا لي. ايوا صافي، يعني انت دابا ولا ما لقيتيش بري كونتراتو نفس الميدان دفع كما قلت لك انا، نقولوا دير لي باخه. اخ اخي محمد الله يرحم جزاك بخير. الله يا اخي العزيز الله يسهل عليك. امين اخي محمد داك عزيز وغير غير مانو تحياتي. اخوان بارطاجوا لينا اللايف الله يجازيكم بالخير. شوف والله الا شفتي قفي عزي العنق ديالي كيضرني، والعنق ديالي مدقدق وهكذاك والله الا شاد معاك. اخوان اللايف خليتو يهبط، ما عرفتش علاش الاخوان خليتو اللايف يطيح، اللايف طايح، اللايف من 280 301 وصل 103. هاي الاخوان السلام عليكم. خويا هشام مرحبا. اسمح لي السلام عليكم. السلام خويا هشام مرحبا تفضل. اي محمد بخير مزيان؟ الله يحفظك يا رمانو مرحبا. بغيت نسقسيك الله يرحم والديك فواحد القضية. مرحبا اخي، شنو المدينة انت؟ ها؟ شنو المدينة؟ انا فالنسيا. مرحبا تفضل. انا خدام مع واحد خيفي دابا قول شهر و 8 شهور. لا قلت شهر، عام و 8 شهور. عام و 8 شهور. مرحبا. ياك. ودابا جانا عندي قال لي زعما فهمتيني، قال لي زعما الا احتجتي شي كونطرا احتجتي شي ورقه يعني حاول كيفاش تعمل باش تدفع. قلت له يعني انا ما عنديش باقي ما كملتي القانون فهمتيني. قول له صبر عليا شهرين واعطيني بري كونتراتو ندفع. قلت له دابا انايا، قلت له دابا انا ما كاينش شي حل. قلت له يعني قانون فوق كل شيء، يعني ما يمكنش انا نخالف القانون نمشي ندفع في شي حاجه فهمتيني. اسمع نهار 19 فهاد الشهر يعني نهار 3 غادي خرجوا ديك التعديلات. هادشي اللي قلت حتى هي انا، قلت له يعني انا صبر عليا هاد السيمانه، قلت له نهار 3 غادي يطبقوا حق القانون، غادي نتصنتوا نشوفوا شنو فيه. اذا عطاونا ندفعوا يعني بسيمانه او لا بشهر يعني عطيني كونتراتو ندفع فهمتيني. شوف التعديل غيخرج ديال الريغو سوسيو لابورال، تكون عندك عامين ديال بروبات. يعطيك هو بري كونتراتو ديالك ودفع الوريقات ديالك، قول له صبر عليا، يعني هو باغي تكون قانوني ولكن ماشي مشكل، قول له صبر عليا. غادي زعما ما كانت شي حاجه قريبه. ملي غيخرجوا التعديلات هادو غنخرج ديك الورقه وغندير عليها فيديو، انت ديها صورها واعطيها له يقراها، هو غيفهمها داكشي ديالو. ها
قال لي زعما اذا كانت شي مده باقا طويله انا ما نقدرش نزيد نضحي فهمتيني. ما عرفتيش علاش قال لك هكا حيتاش دابا اغلبيه بقى يخدموا الدراري قانونيا حيت دابا غيولي قانون المهاجر. دابا انت اللي هضرتي معايا غنعطيك واحد الفكره. واش خبارك انت عندك الحق ولا جرى عليك الخيفي واخا ما عندكش الوراق؟ جرى عليك الخيفي وخدمتي معاه اكثر من 6 شهور وجرى عليك وما عطاكش فينيكيتو ديالك وما خلصكش مزيان، واش عندك الحق تدعيه؟ خبرني بان انت عندك الحق تتبع منك بحالك بحالي انا بحال هذاك اللي عنده الوراق حتى هو. علاش؟ ولكن هذا الشيء كيخصو البروبات بالادله قازحه وخصك تدعيه من بعد ما خصكش تفوت 20 يوم من بعد ما يجري عليك. وهذا 20 يوم ما دخلاش فيها في شتيبو ما دخلاش فيها في انديسيمان. دابا انا عام و 8 شهور وانا خدام معاه فهمتيني، ولا سخان عليه راسو ولا القانون ولا فوق الجامعه. يعني عام و 8 شهور وانا خدام معاك، يعني ما كديني شي كونجي ديالي ما كتخلصني شي فيه. هذا هو المشكل. واش خبرك بان واحد القضيه بان بزاف ديال الناس ما عارفينش هذه القضيه ديال حتى هو عنده الحق ما خصوش تفوت عليه 20 يوم بعد ما يجري عليه يدفع وياخذ الحق ديالو ما عارفاش. شوف غير تكون كتعرف المعلومات ديالو مزيان والاسم والاصل ديالو والفينكا ديالو وتعرف كل شيء ويكون عندك البروبات صحاح عليه بان عندي كل شيء. لا انا عندي والله يا اخي تدي الاوراق وتدي التعويضات من عنده زي اي المونط اللي غيعطيوه فوق 18000. لا انا عندي كل شيء مسائل كل شيء. انت تضبط لي المسائل ديالك والدوسي ديال ولا جاب الله وبغى يعني سخن عليه راسه والدوسي اللي غتعطيني شي محامي حاول تخليه عندك فوتوكوبي احتفظ به. هذيك ضروري هذا اللي كاين وهذا اللي كنقول لك انا هو اللي كاين وديره وراه سي محمد. حيت انا يعني ملي كنكون خدام كتصيفط له فوتوس يعني في الواتساب ديالو وديك الفوتوس اللي كتصيفطو وملي تكون كتصور بانتايا دائما ما النمره ديالو ما دير لهاش سميه. لا ماشي النمره ما فهمتي هذيك يعني غتحيدها فهمتي. لا ملي تكون كتصور بانتايا يعني بروبات هما كتصور بانتايا سبحان الله بوسكا ولا شي نهار تبروك التليفون ولا لا دابا بحال مثلا دابا تينا عندك الواتساب ديالي انا كنصيفط لك يعني الخدمه يعني الخدمه اللي خدمت انا كنصيفطها لك فهمتك. ولكن انت ديك التصور اللي كتصور له بقى تصور بانتايا والنمره ديالو بانك كتخدم معاه كتصيفط له في التاريخ. علاش كنقول لك هاد الهضره انت غتفهمني دابا حيت اليوم غدا يقدر يتبروك لك التليفون ما يبقاش انت الامان ديالك والاحلام ديالك متعلقه بواحد التليفون اللي يقدر يتبروك في اي لحظه. فهمتك. دابا حاليا اذا كان مثلا هاد القانون هذا عيفوت مثلا شهرين وعيفوت مثلا 3 شهور ما كنظنش. لا احنا احتمال هو شوف هو ممكن يعني ممكن مثلا يخرج 19 في شهر وموراها شهر ونص يعني في الاول العام الجاي عاد غادي يخرج في الارض الواقع. ولكن الحقيقه غنعرفوها نهار 19 غادي يخرج كلش في الاخبار غادي نشوفوا كلش في الاخبار. ولكن اتفاقيه غتخرج نهار 20 ولا نهار 21 في الجريده. اي دابا حنا احتمال زعما عندنا اتينات هذا اذا وقفني هو من الخدمه يعني غنقول له نوباس انا عادي ديك الساعه نمشي لمشغولي. دابا هو ولا واقفك وقال لك زعما سيتي تكمل المده واجي تخدم معايا ولا كتشوف حقا محتاج فيك تقدر انت ملي ما دير معايا العيب. ولكن لان يدخلوا شي الزكرمه انا كننصحك نصيحه ولا خرج شي داكشي اللي قلت لك ولا جري عليك دير داكشي اللي قلت لك. ثاني حاجه اخي محمد انا كانت عندي شهاده سكنه ياك ضربت عملت شهاده سكنه يعني دعام يعني في شهر 6 هذا شهر 6 هذا يعني عملوا لي باخه فهمتيني. دابا من شهر 6 هنا يعني كان مبروفات غير الطبيب فهمتيني. طبيب الدوله ماشي مشكله محسوبين. ثاني حاجه يعني مشيت للبلديه وطلبت لهم يعني واحد شهاده السكنه يعني ديالهم هما سبيسيال عطاوها لك ما عطاوها ليش يعني عطاوني واحد الورقه عمرتها ياك يعني فين ساكن العنوان الشارع مسائل كدا هادي ديك الساعه كيعطيوك هما واحد فحال كود فهمتيني يعني كيلصقوا لك فحال ريسيبو فهمتيني. هذيك حتى كيتاكدوا منك مزيان بان محتاج فيها كيعطيوها. لا ديك الورقه هذيك يعني فحال غنبغي نقول لك انا كيعطيوك مثلا ديك السيري هذاك يعني فحال غنبغي نقول لك انا فحال ريسيبو فهمتيني فحال ديك الريسيبو مثلا كيلصقوه لك يعني ديك الريسيبو هذاك ما عندك مين تجيبو الا ما جبتها شي بلديه. ديك الورقه هذيك يعني جبتها يعني عندي منزله كتحسب يعني بحال اللي ساكن زعما انت راك يعني راك حاضر. ايوا هذيك يعني عندي منزله فهمتيني. هذيك واخا دي عليك نهار اللي غادي تحتاج تدفع كتمشي عندهم تجيبها ما عندهم واحد الورقه فيها كاع الريسيبو جديد. فهمتك. تحياتي اخويا هشام الله يسهل عليك يا هذا شكرا بزاف.
تحياتي المان ومرحبا يا خالو، شكرا اخوان، بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم بالخير. شوف لي عزيزه الطنجاوي، بارطاجي اللايف الاخوان، بارطاجيو اللايف، وكنظنوا بان اللايف نخليوه هنايا صراحه. والله الا عييت نكذبش عليكم الاخوان، نقول صافي كلشي بزاف كضرني والله. اي كسرني كتخدم نهارك يا مرا صاحبي. اي والله الا الدار ديالي تعوج لي انا. يلا الاخوان تحياتي لكم، احبكم في الله ان شاء الله. شو اخر فيديو الاخوان؟ اي واحد ما قدرش نوصل باش نجاوبه اسمح لي. شكرا لكم على 80,000 قلب. اي واحد ما مشتركش يشارك، واي واحد ما قدرش نوصل باش نطلعه ويمشي لاخر فيديو ويخلي لي كومونتير ديالو، انا كنتحمل المسؤوليه امام الله غنجاوب الكومونتير صافي. يلا تحياتي لكم، السلام عليكم.